التوحيد، لعل المحتضرين بكلمة التوحيد لعل تكون نهايتهم على خاتم حسنى كما وقع في ذلك الغلام اليهودي. أين باختصار الحديث ضعيف، ولو صح معناه ترقين محتضر وليس الميت الذي انقضى عمله. هذا مش في الميت، في من ذهنك أن تفيد الميت شيئا، لأنه الآية تقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نظام إلهي وضعه لسعادة الناس في الدنيا والأخرى. الإنسان بده يعيش حياة مادية، لازم يأكل يشرب ويغتسل. إنسان هناك قريب منك أو بعيد رح يموت جوعا، إذا أنت أكلت امتلأت وشبعت ما بيحس بشيء شبع وجوع ولا بينتفع بشيء من هذا الشبع الذي حصلت أنت عليه. كذلك قل الارتواء، كذلك قل اكتساء، كذلك إذا أنت نفسك تزكت بطاعة الله بذكر الله بتلاوة كتابه الآخر ما بيستفيد منك شيء إطلاقا، إلا ما تكون أنت سببا لذلك الخير، كما جاء في الحديث السابق إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. كيف؟ لا تدخل ضمن ولد الصالح. مين؟ الولد يقرأ لأبوه لوالده. ما هذا عم لك. أما أنت بتقرأ لولدك، أنت بتقرأ لأخوك، تقرأ لجارك، لصديقك، لحميمك، هذا لا يفيدهم شيئا إطلاقا. أما الولد للأب والأم فهو من سعيهما، فهو أثر من آثارهما. لذلك أنا حبيت الفت نظرك إلى هذا الحديث المرة بعد المرة. إذا مات الإنسان، كل إنسان، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، مثلا سحبت ماء في مكان ليس فيه ماء، فكل ما ارتوت الناس والدواب والطيور والبهائم كلها حسنات تدخل عليك في قبره صورة مستمرة. بنيت مسجدا مثلا، كل ما صلى الناس فيه فلك ثوابه، لأنه هذا أثر من آثار من عمله. وهكذا صدقة جارية أو علم ينتفع به. رجل خلف من ورائه كتبا يستفيد الناس منها علما صحيحا، أو خلف من بعده طلبة علم ينشرون العلم بين الناس، فهؤلاء أثر من آثار هذا الرجل العالم. وهكذا. لكن أنت قرأت لي الفاتحة، أنا ما بيصلني شيء، لأن هذا ليس لي أثر في قراءتك أنت الفاتحة. اقلب الآن المثال: العالم المقرئ اللي علمك القرآن كل ما قرأت أنت من القرآن له أجره، لأنه هو سبب في تعليمك. وهكذا. لكن التوسع العام الشامل اللي ماشيين عليه المسلمين، كل واحد بيمر بمقبرة أو بيذهب لزيارة هناك قريب أو حميم أو صديق بيقرأ الفاتحة أقل شيء. الآن المقبرة ما بيستفيدوا شيء إطلاقا، إن كانوا بيستفيدوا شيء
الدعوة صالحة منك، لأن الدعوة الصالحة في القرآن الكريم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالدعاء قد يستجاب، فإن استجيب أذهب، وإن لم يستجاب فعلى كل حال هو تقرب إلى الله عز وجل. أما قراءة ختمات وألفيات إيش أشياء توسعوا فيها الناس كثيرا، هذه لا تفيد الناس شيئا، لا سيما حينما تحولت القراءة إلى تجارة. يعني يموت الميت اليوم لابد ما يؤتى بقارئ يكون مشهور وصوته مطرب ويدفع له المبلغ اللي يرضاه وبيقرأ. لا الإجابة استفاد ولا الميت لقرئ القرآن روحه استفاد إطلاقا. ولو هالمال اللي أعطي لهذا القارئ الغني أعطي لشخص فقير كان بنكتب أجر للمعطي، وإذا كان ابنا يصل للأبوين أيضا. وهكذا يعني هذا من جملة الأشياء اللي ألمحنا إليها، كيف أن الناس غيروا الوصف الراشيتة، غيروها صارت غير شيء. قبل البيت لا سفراء مقتبل من صدق الجهة.